الحمد لله الممدوح الأسماء المحمود الآلاء الواسع العطاء المدعو لحسم الأواء مالك الأمم ومصور الرمم وأهل الصماح والكرم ومهلك عاد وإرم أدرك كل سر علمه ووسع كل مصر حلمه وعم كل عالم ضوله وهد كل مارد حوله أحمده حمد موحد مسلم وأدعوه دعاء مؤمل مسلم وهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحد العادل الصمد لا ولد له ولا والد ولا ردء معه ولا مصاعد أرسل محمدا للإسلام ممهدا وللملة موددا وللأدلة الرسل مؤكدا وللأسود والأحمر مسددا وسل الأرحام وعلم الأحكام ووصم الحلال والحرام ورسم الإحلال والإحرام كرم الله محله وكمل الصلاة والسلام له ورحم آلاه الكرماء وأهله الرحماء ما همر ركام وهدم رحام وصرح سوام وصدى حسام أما بعد أيها الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساحة من ساحات مركز اللدى للتعليم وحفلة من حفلات مركزنا المنير. ضيوفنا الأعزاء قدومكم إلى معهدنا أدخل السرور إلى قلوب معلمنا وطلابنا ومديرائنا أهلا وسهلا بكم دوما راجينا من الله العظيم أن تكون زيارتكم هذه ذات فائدة ومتعة. ضيوفنا الكرام يا من شرفتمونا اليوم بهذه الزيارة اللطيفة لمعهدنا المنير نرحب بكم ونقول لكم قدمتم أهلا ووضعتم سهلا وأدخلتم الفرحة والغبطة إلى قلوبنا جميعا الشعر أشرق وجهه وتهللا وتراقصت القدومكم رتب العلا والشدر في إيوانه متبسم والقهوة السهباء دارت أولا والقلب ذي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا يتراحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا ومن هنا أرسل رسالة نبعثها بملء الحب والعطف والتقدير والاحترام إلى المعلمين الأفاضل أرى قلبي حائرا ولساني عاجزا وقلبي غير قادر على النطق بعبارات الشكر والتقدير لمدرسين الأجلاء بحيث يعجز الشعر والنثر والكلام كله في وصف فضلكم وذكر شكركم وتقدير فعلكم فلكم كل الثناء وجزيل الشكر وصادق العرفان على كل ما قدمتم لأجلنا فشكرا لكم لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه إذن نقول لهم جعل الله مثواكم جنة الفردوس الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.